يوم حاسم في ولاية نيو هامشير، واستطلاعات الرأي في أوج أهميتها هذه الفترة، لا سيما مع احتدام السباق بين الجمهوريين ترامب ونيكي هيلي. شبكة سي إن إن وفي أحدث استطلاعاتها أظهرت أن ترامب يحظى بدعم 50% من الناخبين الجمهوريين المحتملين في ولاية نيو هامشير، في حين تبلغ نسبة تأييد حاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي ب 39%. لو نقارن هذه النسب باستطلاع أجرته الشبكة في أوائل يناير، نجد أن ترامب حصل حينها على 39% مقابل 32% لنيكي هيلي، ما يعني اتساع الفجوة بين المرشحين. أيضا سي إن إن تقول أن نيو هامشير التي كانت الولاية الوحيدة التي أظهرت أيضا فيها استطلاعات الرأي باستمرار عدم تمتع ترامب بدعم الأغلبية، لكن الاستطلاع الأخير يشير بحسب الشبكة إلى أن شعبية ترامب داخل قاعدة الحزب الجمهوري والتزام أنصاره تفوق شعبية منافسيه. استطلاع سي إن إن أظهر أن هيلي تتقدم على ترامب بين الناخبين الذين يحملون شهادات جامعية بنسبة 50% مقابل 38% لترامب، لكن هذه المجموعة تشكل أقلية من الناخبين الأساسيين المحتملين للحزب الجمهوري في نيو هامشير. كما أظهرت الأرقام أن واحدا من بين كل 5 ناخبين جمهوريين محتملين في الانتخابات التمهيدية بشكل عام قالوا إنهم لم يحسموا خيارهم بعد. سي إن إن أيضا مشاهدين تشير إلى أن الناخبين الجمهوريين المحتملين يتوقعون فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية في نيو هامشير، وأن نسبة هؤلاء بلغت 70%. لتختم الشبكة الأمريكية قائلة أنه لا يزال ينظر إلى ترامب بشكل أكثر إيجابية من نيكي هيلي أو دي سانتس المنسحب، وأن 56% لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه ترامب مقارنة ب 36% يشعرون بإيجابية تجاه هيلي.